اليوم في دكة البدلاء. هكذا تكون الأمور بعد التوقف. اللاعبون يعودون مرهقين أحيانا مصابين. الصافرة تأتي ضربة البداية لشوط المباراة الأول. مشاهدينا متابعينا نجدد الترحيب بحضراتكم عبر قنوات السعودية الرياضية. والآن الكرة ثابتة لمصلحة فريق التعاون. نشوف ونتابع محمد العويس في هذا الموسم على مستوى الحراس، ثاني حارس في الشباك النظيفة بعد براد جونز. ثلاث مرات شباك نظيفة، لكن هل تكسر الشباك النظيفة؟ نظرات التعاون على هذه الكرة. المحاولة من الثابتة تأتي الكرة، يا رب لا شباك نظيفة في حضور التعاون، في حضور السكري. أي كرة ثابتة لفت ودارت واستقرت في مرمى العويس. من هو العريس؟ من هو العريس؟ الله على هدف، الله على كرة، الله على السكري. ما بعد هذه الحلاوة حلاوة، والسكر هذا السكر. الله يا هلدون، الكرات الثابتة في ليلة انتظروا فيها الرأس الأخضر. أتى القادم من الرأس الأخضر، هيلدون، هيلدون. الله على كرة. التعاون واحد، السكري واحد. انظر الكرة كيف تدور، شبكها، ركبها عند هدف من كرة ثابتة، وهذه ثاني كرة له من كرة ثابتة. هيلدون ما يتفاهم في مثل هذه الكرات الزاوية الصعبة، لكن قاصدها. هنا الاحتفال، هنا الفرحة، هنا السكري، هنا التعاون. العرضية صارت، العرضية صارت. التعاون يحاول لكن ضعيفة يا أميسي. الكرة مقطوعة، الكرة مرتدة. يوسف بلايلي استلم، يوسف بلايلي تقدم تمريرة. الله، جانين استلامة، لم يكن هو استلام جانيني، لكن تعود من جديد. لاعب على لاعب يعدي. يوسف بلايلي حصل على الكرة، وقف عليها، مشاها عبد الفتاح. الله، عدى من صوب، يا رب عسيري، مفتاح الأهلي، مفتاح العودة، مفتاح الفرح، مفتاح المجانين، مفتاح بالنسبة للتعادل والحل. وكرت أصفر بالأهلي يعادل. ردة الفعل الشخصية، الكرة في دقائق ليست طويلة. فرحة لم تستمر، لأنه فتاح، لأنه عبد الفتاح. تبغي ترتاح، وصلها العسيري، وصلها لعبد الفتاح. شوف أهم مفاتيح الأهلي، الله على القتال على الكرة. شوف استلام، هذه 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 السحبة الأولى، هذه الثانية. خلاص انتهى، خلاص انتهت. يا عيني على الرقم 10، يا عيني على القدم اليسرى. يا سلام على الكلام، أحلى الكلام. الكرة بالمخ، الكرة بالعقل، الكرة بالأقدام. هذه يا شوف المشهد الآن. المحمدي يصفق وإشارة الأوكي، يقول لا تقلق نحن هنا. ترجع في نص الملعب في مكان تعود الكرة. سرج عالية طويلة في المساحة، حلوة التمريرة، حلو طلب الكرة، حلو التحرك. وصلت إلى بلايلي، لاعب على لاعب ممكن مع بلايلي، ممكن استلم ودار الكرة، ما زالت معاه. شوف بلايلي كيف، شوف بلايلي لعبها على الكيف يا فتاح. متابع حتى الآن بين المدافعين، من طلال حبسي تبعد، الشنقيطي تأخر، تأخر، والأهلي لا يتأخر الآن، لا يتأخر الآن. جانيني يا رب يصنع حين تريد أن يصنع، يسجل حين تحتاج، يسجل حين تحتاج. لم ينجح الأهلي في الخروج من الموسم الماضي إلا بصفقة جانيني. الجرين كارد ياتي، الجرين كارد يسجل. راس اخضر في النادي الاهلي يتقدم قبل نهايه الشوط. الله على كره. تاخر الشنقيطي والاهلي لا يتاخر. 2-1 يحتفلون، الشعارات، اللون الاخضر. انظروا الى من يلعب بالنار، امام من؟ امام المجانين. ادفع الثمن الان، انظر الى التمريره، الى الصناعه، الى النهايه، الى جانيني، الى الجرين كارد، الاقامه الدائمه في الشباك. يا ليالي، يا ليالي، صوت يا ماهر.
الأهلي لا يريد أن يخرج مبكراً، الأهلي يريد أن يضيق الخناق، لا يريد أن يبتعد. الله عليك عبد الفتاح، مزاج عالي، مسلطن 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 عسيري، راحت إلى جانيني، تصويبة لكن بعيدة بعيدة، يحاول فيها بعد ذلك لوكاس ليما، يوسف بلايلي في الجهة اليسرى لمصلحة النادي الأهلي، 2-1، الكرة تعود من جديد، شوف الاستلام، شوف المحاولة، لوكاس ليما، ساريتش يحاول فيها دخول من جانب ساريتش في اللقطة الماضية، واللعبة فيها خطأ لمصلحة هيلدون راموس. اختار الصعب، عادت الآن لمصلحة فريق التعاون لسكري، تمريرة الصافرة تأتي مشاهدينا متابعينا في كل مكان لتوني أحداث شوط المباراة الأول لهذا اللقاء بتقدم النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف، والانتظار بالنسبة لظروف المباراة في شوطها الثاني وهل سيدفع به المدرب أم لا، بينما هنا الدكة والضفة الأخرى في هذه المباراة للسكري. ضربة البداية، تحياتي محدثكم فارس عوض، شوط ثاني نتمنى بأن يستمر بمتعة الشوط الأول وما شاهدناه من فرص وأهداف ومحاولة. شوط أول نجح فريق النادي الأهلي في أن ينهيه كما يريد، والآن نشاهد توامبا والكرة بتتحول، راح نشوف التغيير مكان مين، ربيع سفياني، من اللي خرج، من اللي ترك مكانه بالنسبة للمدرب أيضا باولو سيرجيو، هل تشكيلة الأهلي هي الأسماء التي بدأت وأنهت الشوط الأول في ظل أيضا غياب دي سوزا، وفي ظل أيضا عدم تواجد سعيد المولد، وفي ظل أيضا غياب مهند عسيري. أنا أساسي، شوف الكرة، شوف اللقطة، شوف اللعبة، شوف لوكاس ليما، محاولة العرضية، عرضية تأتي، المتابعة تأتي من دفاعات التعاون. في مطلع شوط المباراة الثانية، التركيز في هذه المباراة، الجزئيات، التفاصيل، الأخطاء، نشاهد الكرة الثابتة، العرضية الرأسية طالت على توامبا، نشاهد ونتابع كرة ثابتة، عرضية رأسية وارتقاء، جانيني يحاول، الكرة تصل إلى حارس المرمى، إلى حارس المرمى كاسيو. تغيير قادم في صفوف النادي الأهلي بالنسبة للمدرب صالح المحمدي. نتيجة 2-1 مشاهدينا مستمرة لكن ليست مطمئنة، هل تتغير الصورة في الشوط الثاني؟ مثل كرة، محاولة في مكان فيها تمريرة، لوكاس ليما توغل فيها، تقدم فيها، سقوط، هناك خطأ، هل تم التغيير أم لا؟ هل سيدخل عمر على كرة ثابتة؟ نعم سيدخل عمر، هل جهزوها لك يا عمر أم ماذا؟ الجمهور الآن يستقبل السومة، عمر السومة بدون إعلان في أول كرة يشارك فيها، في أول لقطة يشارك فيها، تأتي كرة ثابتة على وقت دخوله، على وقت تغييره، هل نشاهد لوكاس ليما أم عمر السومة؟ هذا حكم المباراة، عمر يطلب من الحارس بأن يتراجع إلى الخلف، يتقدم عمر، يتقدم عمر، يا رب وحدهم يفهمون ما حدث، يفهمون ما حدث، لا يحتاجون إلى شرح. الله على الهداف، تتغير البطولة ولا يتغير البطل، يتغير الهدف ولا يتغير الهداف، يختلف الموسم ولا يختلف السومة. الله على هدف من لمسة أولى، من كرة ثابتة، استقرت استقرت. الله يا عمر، هل دخلت من أجلها؟ انظر كيف ذهبت، انظر كيف استقرت. الله على هدف يسجل عن طريق الهداف، 3-1، عمر السومة من كرة ثابتة، انظر على لمسة أولى، انظر على نهاية، على كرة، على شباك، عمر السومة. لسه نتكلم عن الأرقام، ما شاء الله، الهدف رقم 150 في كل البطولات، يأتي في مرمى السكري، والمتعة الآن، واللعب بأعصاب هادية، لكن في مساحة، في مساحة، الله، سيدريك أميسي لعبها لتوامبا، توامبا الطبيعي يسجل، عرضية، الكرة بتتخلص، ليس هو توامبا في اللقطة الماضية، ورايا وتسلل واحد أيضا من قمم هذه الجولة، والكرة بتتحول الآن في مكان بتتهيأ، لكن شوف يوسف الحربي في قطع الكرة، وهذه تصويبة، يا رب حلو الكرة، والمحاولة فيها تمريرة وفيها
انفراد وفي تقدم، حكم المباراة تشير إلى استمرار اللعب، لكن الكرة، الله على المدافع، الله على قطع الكرة، هدف محقق بيضيق في اللقطة الماضية، لكن إشارة كانت بعد ذلك من المساعد متأخرة. شوف خبراني يقول أنا أتعب وخلص الكرة وبعدين راية. شوف اللقطة، كان تسلل في اللقطة الماضية في هذه اللقطة وهذه اللعبة، وشوف الانفراد، شوف خبراني راح وصار حارس وأبعدها، لكن صار تسلل بعدين. الوقت مشاهدينا يقترب من النهاية، ولكن قبل النهاية هناك يوسف البلايلي يحاول فيها، طلال العبسي يقطع الطريق، يعلم بأن غضب الجماهير خط أحمر. الآن الفترة التي يريدون فيها رضا جماهير النادي الأهلي، الضربة الركنية تنفذ بشكل قصير، لا يهم، الصافرة تأتي، المباراة تنتهي، الأهلي يستمر ولا يتوقف ويضيق الخناق ويقلص الفارق ويستمر في السباق، بل إن طائرة الأهلي تقلع من جديد. مبروك مشاهدينا لكل مجانين وعشاق النادي الأهلي في كل مكان، مبروك للكابتن والمدرب صالح حمادي أيضا السعيد جدا في هذه اللحظات، والذي يتلقى التحية والشكر من قبل كل عشاق جماهير النادي الأهلي بصوت واحد. آه يا صالح. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، على هذه اللحظات واللقطات نترككم، هذه أجمل تحية مني محدثكم فارس عوض.